بعد ما تصابت في حرب 2008 بلشت في هذه اللي هي كرة السلة على الكراسي المتحركة، ما كنتش أعرف يعني أزق الكرسي، فمع السنين وعلى مدار السنين بديت أعرف أزق الكرسي شوي شوي وبديت ألعب. المجتمع كان يعني قاسي جدا على الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصه او المعاقات الاخرى، يعني كيف عيب حرام شو بيطلعك من البيت شو مش عارف شو. والله اولها كنا نتصعب، يعني كيف بنت ما تلعب مع شاب وكيف يعني، بس الحمد لله يعني الثقه موجوده والثقه من النادي والثقه من الاهل، الحمد لله يعني تحدينا هذا الشيء كله. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.